مفهوم العمل الصالح والعمل السيء. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل فيما يرويه عن رب العزه سبحانه وتعالى يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فقد كرم الله عز وجل الانسان فخلقه بيديه في احسن تقويم ونفخ فيه من روحه وميزه بالعقل واسجد له ملائكته وسخر له كل ما في الكون وفضله على كثير من خلقه حيث يقول سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن من خلقنا تفضيلا. ذلك أن الإنسان تحمل أمانة ثقيلة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها. إنها أمانة التكليف التي تقتضي السعي والعمل وإعمار الأرض إلى جانب العبادة المفروضة. يقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمسلم ينبغي ان يعلم ان كل ما يقوم به في حياته من عمل فهو في ميزان حسناته او سيئاته يقول جل شانه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ويقول سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ومفهوم العمل يشمل كل ما يقوم به الانسان من قول او فعل ويشترط في العمل الصالح ان يكون خالصا لله سبحانه وان يكون متقنا يقول تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ولا شك في ان مفهوم العمل الصالح في الاسلام واسع يشمل ما فرضه الله تعالى على عباده من صلاه وصيام وزكاه وحج وذكر ونحوها فتلك اساسيات لا بد للمسلم ان يقوم بها حيث يقول تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ويقول سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ويقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها ومن الاعمال الصالحه التي ينبغي ان يتحلى المسلم بها الصدق وطيب القول وافشاء السلام وغير ذلك مما يجعل الانسان يالف ويؤلف قال تعالى وكل عبادي يقول التي هي احسن ويقول صلى الله عليه وسلم ان حبكم الي احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون وبين النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لك مثل النحلة أكل الطيبا ووضع الطيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد والعمل الصالح ليس منحصرا في جانب دون اخر بل كل ما يحقق القيم الانسانيه ويسهم في بناء مجتمع مترابط زكي النفس تسوده الالفه والتعاون وتعلوه قيم التسامح والحب والرحمه فهو عمل صالح فقد جعل الاسلام خروج الانسان الى عمله ليعف نفسه عن الحرام ويكسب من عرقه قوت اولاده واسرته عملا صالحا يثاب عليه حيث عده النبي صلى الله عليه وسلم خروجا في سبيل الله تعالى فعندما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فراى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم ان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، حيث كان يعمل بنفسه ويقوم على خدمة أهله تقول ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل احدكم في بيته ويقول صلى الله عليه وسلم اذا انفق الرجل على اهله نفقه يحتسبها فهي له صدقه ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ومن العمل الصالح ايضا كل ما ينفع الانسان به غيره قل او كثر ماديا كان او معنويا يقول تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له وحث النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من صور الخير فقال صلى الله عليه وسلم ان ابواب الخير لكثيره التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وطميط الاذى عن الطريق وتسمع الاصم وتهدي الاعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشده ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشده ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقه منك على نفسك وكلها من قبيل العمل الصالح ومن ذلك ايضا البناء والاصلاح والتعمير فان نظره الاسلام الى كل عمل يسهم في بناء مجتمع راق نظره توقير وتمجيد فقد ورد في القران الكريم نحو ثلاثمائه وستين ايه تحدثت عن العمل وذكر الله عز وجل لنا نماذج لمن كانوا يقومون بالاعمال الصالحه يقول سبحانه هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها وهذا يؤكد ان العاملين بالزراعه والصناعه والتجاره لهم عظيم الاجر على قدر ما يبذلون من جهد الى جانب الصناعات التي هي من مقومات الحياه كصناعه الحديد يقول تعالى وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وصناعة السفن يقول سبحانه: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ويقول جل شأنه: في صناعة الملابس والكساء ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ويقول تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم ويقول تعالى في صناعه الجلود وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ولا يقتصر العمل الصالح على ما يعود نفعه على الناس وانما يتعدى ليشمل ما يعود نفعه على الحيوان والجماد فحين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير هزيل قال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمه فاركبوها صالحه واتركوها صالحه ويقول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له ويقول صلى الله عليه وسلم لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس اما العمل السيئ فيشمل كل عمل يغضب الله عز وجل ويخرج بالانسان من دائره الاصلاح والى الافساد فيبدا من الابتعاد عن الطاعات المفروضه واقتراف المنكرات والفواحش كعقوق الوالدين والاعتداء على الاموال والاعراض ومن ذلك تخلي الانسان عن مسؤوليته تجاه اسرته وتقصيره في رعايه ابنائه وعدم تربيتهم التربيه الصالحه يقول تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت ومنه الافساد في الارض بنشر الافكار الهدامه والاشاعات الكاذبه وترويع الامنين قال تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ويقول تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم ويقول سبحانه ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ومن ذلك ايضا الاضرار بالطرق فذلك اثم كبير حيث يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ويقول صلى الله عليه وسلم من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم ومنه ما يزرع الضغينة بين الناس وما يسبب لهم اذى معنويه كان أمدية أم مثل الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب والسباب والفحش في القول وغير ذلك مما نهى الإسلام عنه ويتنافى مع الأخلاق والفطرة السوية والسلوكيات الراقية المتحضرة يقول صلى الله عليه وسلم ان ابغضكم الي المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العنت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اخوه الاسلام ان لكل عمل يقوم به العبد اثاره التي تعود على صاحبها في الدنيا والاخره فمن ثمار العمل الصالح طيب الحياه في الدنيا والاخره حيث يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ومنها استمرار الاجر بعد الموت قال صلى الله عليه وسلم: «سبعٌ يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره، من علَّم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورَّث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته». ومنها تكفير السيئات وتبديلها حسنات قال تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ومنها عظم الجزاء وصحبه النبيين والصديقين والشهداء حيث يقول سبحانه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وكما أن للعمل الصالح ثماره فإن للعمل السيء آثاره التي تقع على صاحبه في الدنيا والآخرة منها الضلال والحيرة والتخبط قال تعالى: {أفمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء} ويهدي من يشاء ومنها الحياه المضطربه غير المستقره حيث يقول تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ومنها سوء المصير يوم القيامه يقول تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ويقول صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامه الى سبع اراضين فما احرانا أن نتمسك بكل خير نافع وأن نبتعد عن كل شر ضار ونتواصى ونتعاون على الحق يقول تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وارزقنا الاخلاص والقبول واحفظ نصرنا من كل سوء وسائر بلاد العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا